يا جماعة الخير، الشيء يدور في بالي وأنا خيال واسع في كرة القدم. أفكر في شيء ممكن يرجع، ممكن يعود هذا الشيء، شيء مو مستحيل ممكن يصير. إيش هو؟ تتوقعون إيش؟ عودة الثلاثي المرعب، عودة الـ MSN، ميسي، نيمار، سواريز. جماعة الخير، أفكر أقول ممكن في أمل. يا جماعة الخير، سواريز دخل الفترة الحرة، يوفنتوس يبغى إيكاردي، مبابي بيروح من باريس سان جيرمان، بيغادر باريس سان جيرمان 100%. سواريز دخل الفترة الحرة، باريس يقدر ياخذ سواريز مجانا، نيمار وميسي في باريس سان جيرمان، ففي وسيلة اقناع. تتوقعون يرجع هذا الثلاثي؟ والله انا خيالي واسع، والله انا ما اشوف شيء مستحيل، ممكن.